بتساءل القديس باسيليوس الكبير وبيحكي: هل السيد كان محتاج إنه يصلي؟ لمين يصلي؟ لنفسه؟ ما هو الإله؟ لا أبنائي، بيجاوب القديس وبيحكي لنا: يسوع طلع ليصلي حتى يعلم كل واحد فينا أهمية الصلاة في حياتنا، وبالأخص لما العالم بده يمجدنا نحن. ونحن نحافظ على قلب متواضع، لازم نتثبت في الصلاة حتى إيماننا يتقوى وثقتنا بالله تقوى. كثير مهم إيماننا يكون متين حتى ثقتنا في الله تكون قوية. نحن شهود لقيامتك أيها المسيح إلهنا، نحن منعرفك أنت أبونا السماوي وأنت ربنا وإلهنا. ما أجمل هاي الكلمات اللي لازم تنطبع بقلب كل واحد فينا: ثقوا، أنا هو، لا تخافوا، خليكم متمسكين بكل ما استلمتوه في الكنيسة المقدسة، حافظوا على أسرار حياة الكنيسة، حافظوا على العائلة بداخل سر الزواج المقدس. انتبهوا، العائلة بيحاولوا يفتتوها بالزمن اللي نحن فيه وراحوا لأمور كتير خطرة حتى ينسفوا أساسات العائلة بالكامل. الكنيسة نحن بدونها ما إلنا وجود، لازم نفهم هذا الشيء. مش الكنيسة هي على حسب ما برضو ما سوقولنا إنها هي طقس وطقوس. لا، الكنيسة مش طقس ولا طقوس، الكنيسة هي الالتقاء المؤمن مع الله. قديش مهمة البركة لما نعمل في حياتنا، البركة اللي بناخدها من الأب الروحي بسر الاعتراف، البركة اللي بناخدها من حياة وتعاليم الإنجيل المقدس اللي منطبقه بحياتنا، للبركة اللي بخدوها الأولاد من الوالدين. أنا دائماً بحكوا لأولادنا: احكوا للبابا والماما أنا رايح هون بدي أروح. بحكي لي: أنا كبرت وصرت هيك لازم أحكي لهم. نعم بحكي لهم، خدوا البركة لأنه في حماية عناية إلهية رح تحميك. كثيرين منا في قرن 21 من المسيحيين ما بيؤمنوا بالمسيح إنه إله. انتبهوا أبنائي، انتبهوا، إيماننا المسيح هو الإله المتجسد. ثقوا، أنا هو، لا تخافوا. ورح نشوف بأعيننا إيدين المسيح ممدودة إلينا بوقت الشدة، الضيق، المرض اللي ما في حد حوالينا بيقدر يساعدنا. رح نشوف هاي الإيد الإلهية ممدودة لإلنا، فقط بتطلب منا أن نؤمن إنه هاي الإيد هي إيد إلهية. كتير مهم إنجيل اليوم نترجمه لحياة، وهاي الحياة نعكسها على أولادنا، نعكسها على المجتمع اللي احنا عايشين فيه، حتى المسيحي يبقى ملح الأرض ونور في العالم.